السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع رسالة جديدة من رسائل ابن أبي الدنيا في مصنفاته، نقتطف منها بعض الآثار للسلف رضوان الله عليهم في توجيه بعض المعاني التي أرادوا. عقد ابن أبي الدنيا كتاب التوكل على هيئة الآثار كعادة كتبه، و كتبه كما هو معلوم تكون مسندة، لكن نقف مع مختصراته التي تحذف الأسانيد، ثم نذكر ما ثبت من الآثار المرفوعة وما ضعف ضعفا يسيرا مع الإشارة إلى هذا الضعف، ثم نذكر بعضا من أقوال السلف والآثار التي ذكرها حتى نرى ما يقوله السلف مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ثم تفارق بينهما أم لا. التوكل عبادة قلبية، ذرة التوكل الدنية الحد الأدنى منها ركن في الإيمان. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فزوال أصل التوكل خروج عن الإيمان. قال: كتاب التوكل على الله. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، وهذا متفاوت، هذا الصدق متفاوت قطعا. أصل هذا الصدق في اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، هذا أصله ركن في الإيمان كما قلنا، لكن يبقى مسألة: على أي شيء نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولأي شيء نتوكل عليه سبحانه وتعالى؟ أكثر الناس يظن أن التوكل هو حصر شعبه في طلب الرزق، فيتصور أن حديث لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هو حديث عمر رضي الله عنه في صحيح ابن ماجه وغيره، أن هذا يدل على أن التوكل يكون في الأرزاق، نعم، لكنه ليس في الأرزاق التي هي الأموال، بل أعظم التوكل والتوكل على الله سبحانه وتعالى في الهداية. فيصدق القلب في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، وأنه لا يهديه إلا الله. قال الله: قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. فهذا فيه إشارة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيوقع اعتماده على الله سبحانه وتعالى في الثبات على الله، ويوقع اعتماده في طلب الهداية على الله، ويوقع اعتماده في الصلاة على الله، ويوقع اعتماده في الصوم على الله، وفي تلاوة القرآن على الله، وفي أن ينشرح صدره على الله، ويوقن أنه وحده سبحانه وتعالى هو الذي يطهر قلبه، وهو الذي يجبر كسره، وهو الذي يقومه في القائمين ويصومه في الصائمين، وهو الذي يأخذ بيده إليه، وهو الذي يجبر كسره، وهو الذي يرحم ضعفه، وهو الذي يرفع قدره، وهو الذي يبقي سيرته، والذي يثني عليه في الملأ الأعلى، وأن العبد ليس له إلا الله، وأنه وحده سبحانه وتعالى هو الذي يجبر كسره ويرحمه ويغفر له، فيعتمد عليه فيلقي اعتماده على الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن به أنه سبحانه وتعالى لن يخيب ظنه فيه. فأنا أحسن الظن في الله أن ييسر لي الصلاة، وأن
يعينني على الصيام وأن يفتح لي باب الدعاء فيكون عند ظني به. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإن ظن العبد بربي خيرا وقع هذا الظن موضعه فيعينه ويأخذ بيده وييسر له ما يظن أنه عسيرا، ما يظن أنه عسير عليه، فهذا بيد الله، والله على كل شيء قدير، قادر على هدايته، بل قادر على إحياء الموات. لذا لما لام الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال لهم وهو يبشرهم ويعلمهم أنه الله الكريم الودود الرحيم، قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وهذه الأرض مضرب المثل للقلب، اعلموا أن الله يحيي قلوبكم حتى وإن ماتت وخلت من الإيمان وقادر على أن يحييها مرة أخرى، حتى وإن على الران وإن كثرت الذنوب، إذا أقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى أقبل الله عليه. فالتوكل في هذا الباب هو أعظم التوكل، ليس في طلب الرزق فقط، وأنني إذا توكلت عليه سيطعمني ويسقيني وهذه الأشياء، هذا لا يستقيم أبدا، لا يستقيم أن يحصره في ذلك. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. وهذا متكرر في دعائه، وكان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم به قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فين، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فين، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وهذا من أجمع ما يجمع به قلب العبد إذا دخل بين يدي ربه، إذا وقف مع رؤوس هذه المسائل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت، أسلمت نفسي إليك، أنا لك، الذي تقول سأفعل، الذي تأمر به سينفذ، الذي تنهى عنه سيجتنب، أنت الله وأنا العبد، أنت العظيم وأنا الحقير، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت الغني وأنا الفقير. قال: وبك آمنت، آمنت بك إلها وربا كافيا، وعليك توكلت بقلبي، أعتقد فيك وعليك اعتمادي في كل شيء، وظني بك ظن جميل أنك لا تخذلني، وإليك أنا رجعت وبك خاصمت. فلا لا تقيمني على خصومة فاجرة ولا على باطل. قال: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهذا فيه بيان لمطلع الدعاء، وهو يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك. فكل الذي يسلم له غير الله ميت، فقير، ضعيف، فلا يتوكل عليه ولا به يؤمن ولا إليه يناب ولا به يخاصم، ولا أحد يستحق أن يصرف إليه شيء من ذلك لأنه لا يملكه. قالوا عن الأوزاعي أنه يرفع
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قطعا ضعيف، لأن الأوزاعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يدرك الصحابة، بل لم يدرك كبار التابعين. قال: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك. وهذا كلام حسن. وكذلك حديث أنس فيه ضعف أيضا، أن النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له. فالتوكل هو كما قلنا أخذ بالأسباب، مع بعد لا يستقل هذا الأخذ بالأسباب ولا يعتقد فيه، إنما صدق واعتماد القلب على الله، أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، وأن الله سيهدينا، وأن الله سيرزقنا، وأن الله لن يحوجنا. هذا من التوكل عليه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، ولا يجهد العبد فوق ذلك، لأنه هذا الذي يطيق. فإذا وقع قلبه على هذا الاعتقاد فعلا كفي ووقي وهدي ورزق وعوفي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يسأل: أعقلها وتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل، اربط ناقتك وتوكل على الله سبحانه وتعالى أنه سيحفظها، لأنك أخذت بالأسباب. أما أن تطلقها فهذا ليس توكلا، بل هذا طعن في الشرع، طعن في الشرع. وعدم اعتقاد القلب في الله سبحانه وتعالى توكلا واعتمادا، هذا طعن في التوحيد. فلابد أن يجمع العبد بين الثنتين. قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان، يجمع الإيمان، يجمع الإيمان فيه. كما قلنا التوكل على الله يكون في كل الأعمال، إذن فالإنسان داخل في كل الشعب تقريبا، يتوكل على الله في طلب الهداية، يعتمد على الله عز وجل أن الله يهديه. وإلا ما الذي جعلني مسلما حتى الآن في ظل هذه الفتن؟ وما الذي ثبتني على السنة حتى الآن في وسط هذه السهام؟ وما الذي ثبت قلبي لا يزيغ حتى الآن؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى، هذا جميل فعله، وهذه منته، وهذا فضله ظاهر. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكذلك من الجماع للإيمان أننا نتوكل عليه في الرزق. من أنا؟ كيف وجدت؟ عدم، ثم وجدت فأطعمت في بطن أمي، يسر لي رزقي. ثم وجدت لا أعي شيئا، فسقيت اللبن ورضعت، ثم نشئ اللحم والعظام، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا نعيم واضح باين ظاهر، يذكره لخلقه، يذكرهم من هو الله ومن هم، ومن هم. قال علي: يا أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به، فإنه يكفي ممن سواه. وثقوا به، إياك أن تدخل من باب التجربة، أجرب، لا، الله لا يجرب، اعتقد فيه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج هذا إلى استدلال. من كنت أنا؟ وما الذي صرت إليه؟ وبمن وصلت إلى الذي أنا فيه الآن؟ فكيف لا يوثق فيه وهو صاحب المنة والفضل سبحانه وتعالى؟ لذلك لا يسع العبد أبدا إلا حب الله. ولا يوجد شيء في واقعه
إلا هو يقربه منه، أوجدني من عدم وأراد بي الخير وقومني واصطفاني. قال الله جل: ثم أورثنا الكتاب، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. من الذي جعلنا ممن أورث وجعلنا من الأمة التي قال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا نصراني وهذا يهودي وهذا بوذي وهذا يعبد بقرا وهذا يعبد فأرا، كيف لا يوثق به سبحانه وتعالى؟ صليت اليوم في قيام وصمت النهار ويسر إلى القرآن، كيف لا يوثق به سبحانه وتعالى؟ محبوبه حببه إليه ويسره عليه، وله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. قال: توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي مما سواه. وقال ابن عباس يرفعه في حديث ضعيف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وقال لقمان لابنه: يا بني، الدنيا بحر عميق قد غرق فيه أناس كثير. في أي شيء غرقوا؟ في الشهوات، في المهلكات. فإن استطعت أن تكون سفينتك فيها الإيمان بالله، وحشوها العمل بطاعة الله، وشراعها التوكل على الله، لعلك تبحر، لعلك تستطيع أن تكون ناجيا في هذا البحر، وتستطيع أن تسير لا أن تسقط في قعره. وقال معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب لقي ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتكلون، إنما المتوكل الذي يلقى حبه، يلقى حبه في الأرض ويتوكل على الله. هم يقولون أننا متوكلون بمعنى أنهم يتركون العمل ويتركون التكسب وأنهم سيرزقون على ذلك. فقال لهم: بل أنتم كذلك متوكلون متكلون، لو أنكم تتوكلون على الله سبحانه وتعالى ما تركتم شرعه الذي يأمر بالأخذ بالأسباب، ولا قمتم على البطالة، ولا احتجتم إلى الناس، ولا أفقرتم أنفسكم إلى خلق الله. قال: إنما المتوكل الذي يلقى حبه في الأرض ويتوكل على الله، يلقى هذا الحب وهذا مع صدق قلبه على الله سبحانه، أن الله يرزقه. كيف لا، والله عز وجل هو الذي يخرج هذا النبات. أفرأيتم ما تحرثون، هذا الزرع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. سألقي الحبة والله سيطعمني، سأعمل والله سيكفيني، سأجمع من المال وأراعي حق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لن يحوجني. قال سعيد بن المسيب: التقى عبد الله بن سلام وسلمان رضي الله عنهما، فقال أحدهما لصاحبه: إن مت قبلي فلقني، فلقني فلقني يعني في المنام، فأخبرني ما لقيت من ربك، وإن مت قبلك لقيتك فأخبرتك. فقال أحدهم الآخر: وتلقى الأموات الأحياء، يعني بيلتقوا الأحياء والأموات بيلتقوا؟ قال: نعم، أرواحهم تذهب في الجنة حيث شاءت، فقد يأتي إليه في منامه، وهذه الروح وارد التقاء هذه الروح في المنام، وهذا ثابت، وهذا بحث يشار إليه في مسألة المنامات، وهذا ذكره العلامة المقدم حفظه الله في كتاب أصول بلا أصول فليراجع، ونثر فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فليراجع أيضا. فالشاهد أن الأرواح قد تتلاقى، فيأتي الإنسان في منامه، لكن لا يبنى عليه حكم كما هو معلوم، إنما أقصاه أن يكون هذا من المبشرات، يعني
ليس فيها أحكام. قال: فمات فلان فلقيه في المنام فقال: توكل وأبشر، فلم أر مثل التوكل قط. هنا يقول له يعني من أسباب النجاة. وطبعا نحن يعني هنا ملاحظة على كثير، يعني مثلا ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إمام كبير جدا، وكذلك ابن أبي الدنيا. مسألة الرؤى والمنامات هذه حتى أحدث لها كتابا ابن أبي الدنيا. المنامات هذه مع كثرتها تستشعر أنه يعني ينزلها منزلة أعلى من مسألة الاستئناس، لكن هذا يعني شيء فيه من الحق ويستأنس به وينشرح به الصدر حقيقة يعني، لكن لا ينبني عليه حكم كما قلنا. وهذا نقول: توكل وأبشر فلم أرى مثل التوكل قط. هل هذا صحيح في الشرع؟ نعم، لا يوجد مثل التوكل من العبادات القلبية في هذه المنزلة. نعم، عبادة قلبية قوية جدا، بل لا يقوى عليها إلا من تم له الإيمان. وعن الفيض بن إسحاق قال: قلت للفضيل: تحد لي التوكل؟ يعني عرفه لي بالحد، يعني كلام جامع مانع. قال: اه، كيف تتوكل عليه وانت يختار لك فتسخط قضاءه؟ ارايت لو دخلت بيتك فوجدت امراتك قد عميت، وابنتك قد اقعدت، وانت قد اصابك الفالج الذي يصيب بالشلل في القدم وغيره، كيف كان رضاك بقضائه؟ قلت: كنت اخاف الا اصبر. ربنا يسلم، والله ربنا يسلم. لو ان هو ابتلي بذلك، يتصور الانسان لو انه وقع عليه مصاب زي ده، قال: كنت اخاف الا اصبر، اخشى ان اجزع، لا استطيع تحمل هذا القضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي التنبيه على انه لا يبتلى امرؤ ابدا بشيء الا في استطاعته الصبر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فانه سيبتلى على قدر ما يستطيع ان يصبر عليه. لو انه اخذ باسباب العباده من التصبر على هذه الاقدار المؤلمه، فان الله عز وجل قد اعطاه القدره على هذا الصبر، لكنه هو الذي ترك السبب الواجب. فقال: كنت اخاف الا اصبر. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه. قال: فكيف لا حتى يكون عندك واحدا ترضى بكل ما صنع في العافية والبلاء، ترضى في العافية والبلاء به على كل حال، لا تسخط على ما زوى عنك وتثق بما أتاك. هذا ليس توكلا. إذا منعت وفلان أعطي ووسع عليه ومنع عنك هذا الذي ترجوه تريده، نفسي في المال ده، نفسي في البيت ده، نفسي في السيارة دي، نفسي في الزواج ده، نفسي في المنصب ده، نفسي، قال: لا تسخط على ما زوى عنك وتثق بما أتاك. الذي يعطيك من النعم تنشغل به وتثق فيه، وأنه هو سبب سعادتك، وأنه سبب رفعتك، وأنه سبب غناك، وأنه كذب كذب. هذه أسباب ومسببها هو الله. ومن الاستدراج ان الانسان ينعم عليه بهذه النعم فينشغل بها عن الله ويفرح بها فرحا شديدا. اذا قارون تم له هذا الفرح فزال عنه اصل الايمان لما اعتقد اعتقاد ربوبيه في نفسه، قال: انما اوتيته على علم عندي. قومه راوا ذلك عليه، قال اذ قال له قومه: لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، هذا الفرح المذموم. تكبر به، فرح بما آتاه. لذلك على هذا النحو يكون الحسد والنظر إلى ما في أيدي الناس مناف للتوكل، مناف للتوكل. هل أنت توقن أن الذي تختاره لنفسك حسن وفيه مصلحتك؟ هل توقن بذلك؟ لا،
بل من التوحيد أن تعلم أن الذي يختاره الله سبحانه وتعالى هو تمام مصلحتك. لذلك من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه ذكر حديث الاستخارة في كتاب التوحيد من صحيحه، أن الإنسان إذا هم بالشيء من المباحات يريده يختار يستخير، وهذا استبدال لما كان عليه أهل الجاهلية بالاستخسام بالأزلام عند الأصنام. أما المؤمن لا، يطلب من الله أن يختار له: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن كذا خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري أو عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. قل لي بربك، هل أنت تعلم أن هذا خير لك في دينك ومعاشك وعاجل أمرك وأجله؟ هل تجزم بذلك؟ تستطيع أن تجزم؟ لا والله، لا والله. فلا يحزن الإنسان على فوات ذلك، وهذا شديد على النفس، نعم، لكن نحتاج أن ننتقل عن هذا الذي نكابده نحن. هموم ليست هموما عند الله، لا تساوي جناح بعوض على الحقيقة. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهجرة القلب هذه إلى الله سبحانه وتعالى تذيب هذا، يكابد الإنسان فترة على هذا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، وهانت هانت. كم سنة سنعيش؟ هل سنعيش مثل الذي عشنا؟ لا لا، هذا بعيد. كم سنة سنعيش؟ لابد أن ننتقل عن هذه الدار بقلوبنا ابتداء، ونرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وننعم بما عنده جل وعلا. قال: ثم ذكر رجلا قد سماه فقال: إني لأكره أن أقول في سجودي: اللهم عليك توكلت. يقول الفضيل له: إن في واحد كان يكره أن يقول في سجوده: اللهم عليك توكلت، حتى لا يكون كاذبا. لا أنه يكره العبادة، هذا رجل سوء من الساجدين، لا يريد أن يقول اللهم عليك توكلت، هو يرى نفسه ليس متوكلا حقيقيا، وهذا ليس من السنة. بل أنا مسيء وأنا مذنب وأدعو الله وأنا ناقص الإيمان وأسأل الله وأنا سيء الخلق وأدعو إلى الله. لذلك يقول سفيان بن عيينة: لا يمنعنك ما تعلم من نفسك أن تدعو الله، فإن الله عز وجل قد استجاب دعوة عدوه حين قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. طيب، نتوقف عند هذا الحد، نكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذه الأثار في كتاب توكل الله أسأل أن يرزقنا حسن التوكل عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.